يا هنا بونجور عليكي، صباح الهنا. وانت دلوقتي موجوده في مقر النادي الاهلي طبعا بالجزيره، وعند يعني دولاب البطولات بتاعنا اللي ان شاء الله دايما بيبقى فيه مزيد ومزيد من الاضرع والبطولات. خلينا بقى نعرف منك، اتفضلي. الناس بتتصور وراكي اهي لحد دلوقتي لسه في الساعات الباكره كمان. صباح الخير عليك يا نهاوند، وطبعا عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلتي طبعا يا نهاوند، احنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره هننقل لكم بقى كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي، وكمان طبعا الفريق الاول لكره القدم. زي ما انت قلتي طبعا الباك جراوند المميزه داخل طبعا مقر النادي الاهلي بالجزيره، وتاريخ طويل مليء طبعا بالبطولات والانجازات في اعظم نادي في الكون طبعا النادي الاهلي. خلونا بقى نبدا اخبارنا النهارده والبدايه مع الفريق الاول لكرة القدم. النهارده طبعا الفريق هيكون عنده مباراة أمام فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة هتكون الساعة 9:30 مساء، هتكون على استاد القاهرة. طبعا دي بقى مباراة مؤجلة من الأسبوع 27 من بطولة الدوري. الفريق طبعا مركز بشكل كبير جدا الفترة دي في بطولة الدوري، بيحاول على قد ما يقدر إن هو يجمع طبعا كل النقاط عشان بقى يستمر في الصدارة. يعني الفريق كان اختتم استعداداته أمس لمباراة، النهارده كان عندهم طبعا مران على ملعب التتش هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. تجمع الفريق كان الساعه 5 والمران كان الساعه 6. خلوني بقى كمان زي ما عودتكم طبعا انقل لكم اكتر عن مران امبارح. كالعاده بقى مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق كان حريص على عقد محاضره فنيه بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طبعا بقى عشان يحدثهم عن بعض الامور المتعلقه بمباراه النهارده وكمان بعض النقاط طبعا الخططيه لمباراه اليوم. بعد كده بقى قام الفريق طبعا بعمل فقره طويله شويه من الاحماء، وبعد كده بعض التدريبات الفنية بالكرة، طبعا بقى الخططية استعدادا لمباراة النهاردة. كمان بقى طبعا واصل الحقيقة الحارسين طبعا محمد الشناوي وكمان علي لطفي برنامجهم التأهيلي، وطبعا كان في طبعا أخبار سارة جدا لكل جماهير النادي الأهلي، وأنه خلاص في خلال أيام إن شاء الله بقى تاني هيعود كابتن محمد الشناوي طبعا حارس النادي الأهلي وكابتن الفريق للتدريبات الجماعية، إن شاء الله بقى هيلحق بنهائي دوري أبطال إفريقيا. بعد بقى انتهاء المران طبعا دخل الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمباراه اليوم. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. نادي الاهلي متصدر جدول الترتيب ب 59 نقطه، ان شاء الله بقى النهارده كمان هيضيف 3 نقاط جداد ويكونوا 62 نقطه ونعزز صدارتنا لجدول الترتيب. يعني ده فيما يخص اخبار الفريق الاول لكره القدم. طبعا بقى ما ينفعش اكيد نعدي اللينك النهارده من غير نبارك ونهنئ رجال كره السله طبعا بعد تحقيقهم لبطوله افريقيا للانديه بطولة البال. عملوا الحقيقة بطولة مشرفة جدا طبعا بتؤهلهم لكأس العالم للأندية. الحقيقة كانوا في جميع المباريات بيفوزوا وبيقدموا أداء رائع طبعا، والحقيقة انهم خلاص بقوا ملقبين بالدريم تيم. فطبعا بستغل وجودي طبعا في قناة النادي الأهلي وببارك لهم أكيد وبضم صوتي لكل جماهير الأهلاوية، بنتمنى لهم طبعا مزيد من التوفيق. يعني ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية. كمان خلوني بقى أنقل لكم الأجواء طبعا زي ما عودناكم دايما. درجة الحرارة دلوقتي داخل النادي 26، الأعضاء متواجدين في النادي منذ ساعات في حاله طبعا من النشاط كالعاده، الاعضاء متواجدين. ويمكن زي ما قلت قبل كده الاعمار السنيه خلاص بدات تكون يعني مختلفه، صغار وكبار كل الاعمار، لان طبعا اجازه اخر السنه خلاص بدات في عدد من المراحل، يعني في حاله بقى من النشاط والطاقه الايجابيه داخل النادي، وكمان في سيوله مروريه جيده في الطرق المؤديه. كمان بقى خليني اقول لكم طبعا ان حديث الساعه داخل النادي الاهلي طبعا هو بقى افتتاح فرع النادي الاهلي بالتجمع اللي هيكون يوم الخميس القادم. طبعا الاستعدادات على قدم وساق، الكل طبعا بيستعد، ويمكن الاعضاء كمان متحمسين، يعني انجاز جديد بيحققه طبعا مجلس اداره النادي الاهلي والفرع الرابع للكيان العظيم طبعا كيان النادي الاهلي. كلنا بقى منتظرين اكيد يوم الخميس القادم. يعني دي كانت ابرز اخبارنا النهارده طبعا معاكم، لو عندكم اي استفسارات والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. تغطية أكتر من رائعة كالعادة يعني منك يا هنا، مشكورك جدا عليها، شكرا ليكي. أكيد هيبقى يوم حلو واحتفالية ضخمة يعني طبعا افتتاح الفرع الجديد إن شاء الله كل أعضاء بإذن الله يوم 1/6 يسعدوا ويفخروا بهذا إنجاز جديد.